هل تنجح مفاوضات وقف إطلاق النار في لبنان في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي في حين يرتفع سقف التوقعات باقتراب التوصل لاتفاق لهدنة بين حزب الله وإسرائيل لإنهاء الحرب المشتعلة في لبنان منذ سبتمبر الماضي والتي أودت بحياة الآلاف حتى الآن بين قتيل وجريح؟ تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عملياتها العسكرية غير المبررة ضد لبنان لتزداد مساحة الشك بشأن احتمالات التوصل لاتفاق بين الجانبين في ظل التصعيد الإسرائيلي المتواصل. ضربات متتالية شهدها الجنوب اللبناني في أماكن متفرقة أدت لوفاة وإصابة عدد كبير من المدنيين في ظل مطالبة أمريكية لإسرائيل بضرورة سلامة أفراد الجيش اللبناني وأعضاء قوات يونيفيل، وسط تأكيدات أمريكية بأهمية التوصل لحل دبلوماسي في لبنان لإنهاء هذه الحرب. في السياق واستمرارا للتصعيد المتواصل، قطعت قوات الاحتلال الإسرائيلي خطوط الإمداد عن مدينة الخيام الحدودية في جنوب لبنان في محاولة لاستهداف وسط المدينة لتعقب عناصر حزب الله لتفاقم هذه التحركات من حدة الصراع وتثير المخاوف بشأن مدى نجاح مفاوضات الهدنة والتوصل لحل لوقف إطلاق النار في لبنان. فهل تنجح مفاوضات وقف إطلاق النار في ظل التصعيد الإسرائيلي الراهن؟